السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج كل جديد. ومعانا النهاردة برضو الشيخ عبد الشافي حماد الداعية الإسلامي. أهلا بك يا شيخ عبد الشافي. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين إن شاء الله، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير بإذن الله. منورنا، ربنا يرضى عليك. نور سعادتك يا فندم، نور الاستوديو، نور الناس الكويسة، ونور أهل مصر الكرام. الله يخليك. طبعا احنا هنبدأ كده حلقتنا على طول علشان ما نضيعش وقتنا. عايزين بقى نتكلم واحنا مستمرين في حلقات عن السحر، عن فك السحر، فك السحر والحسد بالقرآن الكريم بإذن الله. والآلام اللي بتحصل، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ألم الظهر وألم الركب، عايزين حاجات تانية نعرف أكتر والمشاهدين يعرفوا أكتر. السحر ممكن يكون بيسبب ألم في أي مناطق في الجسم تاني. تمام، اتفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الأفاضل، السادة المشاهدين، أهلي وأهل مصر الكرام، إنني أحبكم في الله وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمد في أجلي ويجعلني نبراسا وعلما منيرا لجميع من يريدني، وأريد أن أضحي بكل ما أملك لإسعاد جميع المسلمين في جميع بقاع الدنيا، وأسأل الله العظيم رب العالمين أن يحمينا ويحرسنا جميعا من هذا الوباء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله فيه آيات وسور إن شاء الله من القرآن الكريم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. وقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فبإذن الله النهاردة هناخد سورة الفاتحة وفائدتها في علاج جميع الأمراض. سورة الفاتحة 7 آيات، من بين هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تقرأها في كل الفروض 17 مرة، الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا في الصلوات الخمس 17 مرة في كل ركعة بتقرأها، ولا تجوز لك أن تصلي صلاة ولا تقرأ الفاتحة فالصلاة باطلة. كل ركعة لابد أن تقرأ الفاتحة. الفاتحة لها فوائد عظيمة جدا جدا جدا، ولا يعرف عظم هذه الفاتحة إلا الله سبحانه وتعالى ثم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف القليل والقليل عن فائدتها وفوائدها. سورة الفاتحة فيها سر عظيم جدا لمن يواظب على أداء صلاة الفجر. من بعد ما تسمع أذان صلاة الفجر حاول تواظب على قراءة سورة الفاتحة من بعد ما بتصلي السنة، ركعتين السنة اللي هم ركعتين قبل الفرض، اللي هم ركعتي الفجر اللي هم عند الله سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما فيها. بتصلي الركعتين وبتبدأ تقرأ الفاتحة 41 مرة. فوائد هذه السورة 1000 فائدة لك في الدنيا و1000 فائدة لك في الآخرة. فوائد تلاوة هذه السورة العظيمة 7 آيات سورة الفاتحة تطرد جميع ما في نيتك من 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 أولام وأوجاع، وتزيد عنك الخير والرزق بالنيات اللي انت بتقرأها بها ربنا بيديلك. إنوى سيدنا عمر بن الخطاب كان بيصلي الصلاة الركعتين 70 نية، فأنت اقرأ الفاتحة بنيات كثيرة لك، تمنى من الله ما تريد. وواظب على قراءة الفاتحة بعد أذان الفجر وقبل أن تقيم صلاة الفرض، في الوقت اللي بين الايه الأذانين، أذان الفرض وأذان الإقامة، اقرأ سورة الفاتحة 41 مرة، ولها 1000 فائدة في الدنيا و1000 فائدة في الآخرة. ما أقوله ليس حديث عن الرسول، ولكنه من تجارب أصحاب العلم وذوات الفقه الذين سبقونا، كابن القيم الجوزي وكابن العسيمين وكناس كثيرة جدا من الأوائل اللي هم كانوا بيعرفوا فضل سورة الفاتحة أكثر مننا، لأنهم كانوا بيقرأوا ويطلعوا على القراءات وعلى فوائد السور أكثر منك بكثير بكثير بكثير. سورة الفاتحة لما بتقرأها 100 مرة بنية شفاء أي مرض عندك، تواظب تكون متوضي بصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة وتقرأ سورة الفاتحة 100 مرة وتدعي ربنا بما تريد أن تدعو لأي مرض عندك، ربنا سبحانه وتعالى بيشفيك بفضل هذه السورة وبفضل آياتها وملائكتها وبفضل حب الله لها، لأنها سيد آية لأن الفاتحة 7 المثاني
السبع المثاني أي الآيات المفضلات عند ربنا سبحانه وتعالى. الفاتحة هذه ليس، شوف ما تقدرش تقول عدلها قد إيه، فضلها قد إيه، ما تقدرش تعده، لا تعد ولا تحصى فوائد هذه السورة. سورة الفاتحة واظب عليها، واظب عليها، وتأكد إن ربنا سبحانه وتعالى بيختار لك الأحسن وبيحب لك الأحسن كإنسان مسلم ومؤمن. فقال لك في الصلوات الخمس 17 ركعة في اليوم وليلة فرض غير الصلاة النوافل بتقرأها 17 مرة، صبح 2، ظهر 4، عصر 4، مغرب 3، عشاء 4، 3 أربعات ب 12 و 3 15 وركعتين الصبح، 17 ركعة في الفروض فقط. فما بالك بقى لما بتقرأها في الفروض وفي النوافل وفي قيام الليل وفي صلاة الضحى، صلاة الأوابين، بتقرأها كتير. اقرأها وانت ماشي، اقرأها وانت قاعد بالنية اللي انت عايزها، عايز خيرك يزيد، رزقك يزيد، صحتك تبقى حلوة، اقرأ الفاتحة وردد وما تيأس. ألا بذكر الله، هذا ذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأفضل الذكر لله سبحانه وتعالى قراءة القرآن، ده فضل سورة الفاتحة، ولها أفضل كتيرة لا تعد ولا تحصى. وبالنسبة بقى للسحر، بالنسبة للسحر سورة الفاتحة حارقة، حارقة لما أنت تريد. أنت بتقول له اهدنا الصراط المستقيم، فربنا بيبعد عنك كل شر وبمشيك على الصراط المستقيم، بس تقراها بحب وبإخلاص لله. النية يعني، بالنية، نية بإخلاص، نية خالصة. لأن كل الناس أيام الرسول، الرسول قال لهم من قال لا إله إلا الله بإخلاص دخل الجنة. فرد أحد الصحابة قال له كلنا بنقول لا إله إلا الله يا سيدي يا رسول الله، ولكن ما إخلاصها؟ شوف سيدنا رسول الله الفم الشريف يتحدث ويقول إخلاصها أي إخلاص لا إله إلا الله أن تحرم على نفسك ما حرمه الله سبحانه وتعالى في القرآن وما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة. اللي تحرم عليك في القرآن، اقرأ آيات القرآن واقرأ سور القرآن وشوف إيه النواهي وابعد نفسك عنها. الحلال أنت ماشي فيه، أي أمر أنت ماشي فيه، لكن الحرام اللي بتنهيك لا تفعل، لا تعمل، لا تقل، لا ولا تسير، كل ده أي نهي، أي نهي في القرآن بقدر استطاعتك انهي نفسك عنه. هتكون هنا بتقول لا إله إلا الله بإخلاص، لأن كل ناس بتقول لا إله إلا الله بإخلاص، بس في ناس دعاها بيستجاب وفي ناس ما بيستعجبش. إنه حسب النية، والراقي برضه حسب النية، والمرقي حسب النية، نيته عايز يخرج اللي في جسمه ولا مش عايز يخرجه، عنده استعداد ولا ما عندوش. بإذن الله عنده استعداد ويقين بالله سبحانه وتعالى أن الشافي هو الله، كما قال سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم في سورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفين. من الشافي؟ الله. من العافي؟ الله. من المعافي؟ الله. من الرازق؟ الله. من اللي هيرزقك الصحة؟ الله. خلي ثقتك في الله لا تنتهي، ليس لها حدود، ثق بالله، ثق تمام الثقة في الله، وربنا هيجبر خاطرك بإذن الله وهيستجيب دعاك. وبإذن الله هنقدم لكم آيات من القرآن لفضل أو شفاء بعض الأمراض التي تلتصق بالجسم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عارفين الصداع، الصداع ده بيجي للرأس، والصداع ده أنواع، أربعة أنواع، في صداع نصفي، وفي صداع عنقودي، وفي صداع جيوب أنفية، وفي صداع من التوتر. حالتك متوترة يجي لك صداع، عندك صداع من أي قلق بيجي لك صداع نصفي أي نصف الرأس، عندك صداع عنقودي بيبقى ماسك النص كده بنزل على الرقبة كده بشوية، وعندك صداع جيوب بسبب الجيوب الأنفية، وده علاجه عند الدكتور، علاج الصداع بسبب الجيوب الأنفية. ولكن أكبر الأطباء ودكتور الدكاترة هو الله، هو الله، الله. ثق أن الله سبحانه وتعالى سيجبر خاطرك وتتلو الآيات، ويريد كل واحد يكون معه ورقة وقلم ويكتب ما أقوله ليستفيد، ليستفيد ويفيد أي حد. وما تحجزش المعلومة عندك أنت، فيد الناس، فيد واستفيد، ويا بختك عند ربنا. أي إنسان بيستفيد منك بمعلومة بتأخذ ثواب عليها بإذن الله، لن تنقص من ثوابه شيء بإذن الله. هذه الآيات اللي هنقولها بإذن الله تقرأها على ماء وتشرب من الماء وتغسل وجهك بالماء بالنسبه للصداع، وتحط على راس وتحط على راسك منها شويه. بالنسبه للصداع، ده للصداع. هذه الايات بسم الله الرحمن الرحيم، بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
أولم يرى الذين كفروا، ردت هذه الآيات اللي هنقولها وهنقول لك أرقامها لو أنت ما قدرتش تكتبها هنقول لك المليك رقمها من السورة تطلعها وتقراها أنت. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. من الماء كل شيء حي، الماء بنقرأ عليها وتردد الآية دي كتير، 21 مرة، 41 مرة، 100 مرة، 101 مرة، حسب ما استطعتك أنت. اتقوا الله ما استطعت، ترديدك للآيات دي على مية وتشرب منها وتغسل وشك منها وتبل رأسك منها بإذن الله، بإذن الله الصداع النصفي، الصداع التوتري، الصداع العنقودي، صداع بسبب الجيوب الأنفية بإذن الله يزال، يزال ويمحى بفضل الله سبحانه وتعالى. وثق أن الشافي هو الله، أنت تفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعلمناه من أثره الشريف صلى الله عليه وسلم. وتقرأ الآية الثانية، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الآية الأولانية دي بتاعت آية أولم يرى الذين كفروا، دي الآية رقم 30 من سورة بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 30 من سورة الأنبياء، من سورة الأنبياء، الآية رقم 30 من سورة الأنبياء. الآية الثانية اللي بنقراها ديت، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم في سورة، هذه الآية في سورة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة على ما أعتقد سورة اللهم صل على سيدنا محمد. احنا هنقول الآية، احنا هنقول الآية وبعدين نبقى ايه، او سورة اللهم صل على سيدنا محمد، سورة الفرقان، او سورة او سورة الفرقان او سورة سورة الفرقان بإذن الله، بإذن الله. الآية الثالثة هي قراءة سورة الفاتحة والمعوذتين، قراءة سورة الفاتحة والمعوذتين بإذن الله، بإذن الله. وفي دعاء تقوله بعد ما تخلص الآيات دي، بعد أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله، أعوذ بالله الذي سكن له ما في البر والبحر، أعوذ بالله الذي سكن له ما في البر والبحر، بيسكنه الأرض والسماء والدنيا كلها سكن بفضل الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله الذي سكن له ما في البر والبحر وما في السماوات وما في الأرض وهو السميع العليم. جميع الأرض والسماوات كلها، السبع سماوات والسبع أرضين، سكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله سبحانه وتعالى، فهو قادر على أن يسكن هذا الألم الذي تشتكي منه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الأدعية الآيات والدعاء ده هي بفضل الله الصداع يروح، الصداع أيا كان الصداع من أي نوع من الأنواع الأربعة. فيه قراءات أو آيات لجميع الأمراض اللي بتيجي في الجسم، تقراها بنية الشفاء، مرض في الصداع، مرض في البطن، مرض في الظهر، مرض في الكتف، مرض في اليد، أي نوع من أنواع المرض يصيب الإنسان، وربنا ما يسيبكم بأمراض أبدا ويشفيكم جميعا، ويجعلكم من الصحاء الأقوياء، ويجعلكم من المسلمين والمؤمنين الأقوياء، ولا يجعلكم من المؤمنين الضعفاء إن شاء الله. هتقرا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، هتردد الكلمة دي 3 مرات، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، 3 مرات. ويكون قدام منك برضو مية وتشرب منها وتبخ على جسمك منها، أو ترش جسمك منها، أو تدهن وشك منها، أو تغسل وشك منها. بعدين تقول نستعيذ بك، أنت بتنوى بالله سبحانه وتعالى، قلت له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، نستعيذ بك وبعزة الله، نستعيذ بك وبعزة الله وقدرته القوية، وقدرته القوية وأسمائك الحسنى المباركات، نستعيذ بالله وبعزة الله وقدرته القوية وأسمائك الحسنى المباركات وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا استشفيت به شفيت. اسم الله العظيم الأعظم اللي هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اسم الله العظيم الأعظم لا إله إلا الله، اسم الله العظيم الأعظم وعنت الوجوه للحي القيوم، اسم الله العظيم الأعظم
قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فانت بتستعيذ وبتستعين باسم الله العظيم الاعظم الذي اذا استشفي به شفى، الذي اذا استشفيت به شفيت. وكلمات الله التامات كلها، كلمات الله التامات كلها هي كلمات القران الكريم. كل كلمه في القران الكريم انت بتستعين بها على اي مرض بيحصلك او بيوصل لجسمك او بتكون انت بتتالم منه. باذن الله بتستعين بكلمات الله التامات كلها. من شر ما، حط ايدك على الموضع الالم اللي بيوجعك، ايدك اليمين، كفك اليمين، او اي حد جنبك يحط كفه اليمين، وخصوصا لو فيه ناس صالحه مواظبه على اداء الصلوات الخمس وعلى نقاء السريره، نقاء القلب وصفاء القلب من الضغائن والكبائر وسوء الظن بالله بالناس وسوء الظن بالله. احسن احسن يحسن اليك الله سبحانه وتعالى. باسمك وباسمك العظيم الاعظم الذي اذا استشفيت به شفيت، وكلماتك التامات كلها، من شر ما اجد واحاذر، ثلاث مرات او سبع مرات. وحيقول في المره الثالثه اللهم رب الناس، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اخواتي في الله، احنا عارفين ان الناس المسحوره اللي معمول لها اعمال من الناس الشريره اللي ما بتعرفش ربنا، الكافره الفاجره الذين يسيرون الى السحره، الكفر الفجره الذين غضب عليهم الله وابعدهم عن جنته، الا اذا تابوا، الا اذا تابوا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فربنا يتوب عليهم جميعا. الناس دي لما بتقرا هذه الايات بفضل ربنا، انت عارف ان الصداع او الالم بيتنقل في جسمك من مكان لمكان بفضل قراءه هذه القراءات، فتحس تعرف ان في اللحظه دي ان انت عندك سحر. ما دام او طالما او عندما يتنقل المرض في جسدك عندما تقرا القران باخلاص وبنيه خالصه لله، يتنقل المرض في جسمك خلاص، هو بيتالم بقى، بيترنح، مش عارف يرسي فين، فانت تحاربه اكتر بقراءه القران وتقول اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وتقرا الفاتحه 100 مره، ثم آية الكرسي 7 مرات او 21 مره، كل ده على ميه. وتختم بقراءة الفاتحه والصلاة على رسول الله. ويا هناك لو بدأت بالحمد لله والصلاة على رسول الله، وفي نص القراءة صليت على رسول الله، وفي آخر القراءة تختم بالصلاة على رسول الله. وعندنا بعد كده في ممكن تبل ريقك، اصبعك الابهام بريقك، اصبع الابهام تبله بريقك كده وتحطه على الارض، هياخد شويه تراب من الارض وهتحطه على موضع الالم اللي في جسدك، حاجه بسيطه، والريق وتحطه على الارض وتاخد من الارض، خلي الصبع يدل تراب مكان انت ما كنت بالي ريقك على الصبع، والحته الصغيره اول الاصبع دي اول عقله بتبلها بالماي بالريق وتبلها من التراب، وتيجي حاططها على موضع الالم اللي في جسدك، هتقول ايه بقى؟ شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام. بسم الله، بسم الله تربة ارضنا، تربة بالتراب من تراب ارضنا اهو، تربة ارضنا بريقة بعضنا، بريقة بعضنا. لو ولد صغير، لو ولد صغير او بنت صغيره، ابوها يحط صبعه على بقه ويدهن الريق ويدهنه من الارض ويحطه على موضع الالم الموجود في ابنه او بنته او ابن الجيران. ما تبخلش، ما تبخلش، خليك كريم، خليك كريم، لان اللي هيديك ثواب الكرم بتاعك الله اكرم الاكرمين. هتبني ريقك وتقول بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا باذن ربنا، يشفى سقيمنا باذن ربنا. هترددها 7 مرات، 11 مره، 21 مره، 21 مره، ما استطعت، بس يكون عدد فردي، لان الله احد واحد. وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، ده حديث، ده حديث يا سيدنا الشيخ على حديث عن الرسول، صحيح حديث. بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا باذن الله سبحانه وتعالى. في بعد كده العين، عندنا كثير جدا، عندنا ناس عينها مريضه، انت عينك سليمه ربنا يشفيك وياخد بدك، ما يجيبلكش اي مرض خالص. لو شفت واحد عينه تعبانه انصحه، اكتب دوت وانصحه لوجه الله، يا بختك هتاخد ثواب. شوف بتغسل وجهك بالماء
بعد الانتهاء من تقرا هذه القراءات اللي احنا نقول لك عليها الايات ديت على ميه وبتغسل وشك بعد ما تخلص وباذن الله ستشفى. بس تكررها مره واثنين وثلاثه لحد ربنا ما يشفيك. هتقول بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم. قد الايه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. الله يتحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. الله سبحانه وتعالى هو الحفيظ، هو الحافظ، فانت بتستعين به وتستنجد به وبتقرا اياته. الايه دي موجوده في الايه رقم 4 من سوره الانعام. باذن الله هذه الايات شافيات كقول الله سبحانه وتعالى في القران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. آمن بالله وثق في الله وخلى كل شيء في قلبك بيد الله وكل حاجة في ذهنك لله ومن الله وإلى الله وعلى الله وتوكل وربنا سبحانه وتعالى هينبي لك كل ما تريد. ونعم بالله. احنا طبعا في آية تانية بس آخر آية اهي بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. الايه دي برضه عشان علاج العين، علاج العين. بعد كده هتقول الايه الاخيره في سوره يونس، دي الايه دي في سوره الاعراف. الايه الاخيره بعد اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. الناس اللي بتسهر على الفاضي وعلى المليان بعد العشاء صلي العشاء وقول وردك ونام ونام بدري واطفي النور. خلي نور الحمام بس الوالع على لمبه صغيره عشان ربنا جعل الليل سكنه، ما جعلهوش للسهر والسمر والمسرمحه، لا جعله للذكر. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اسمع وتعلم. صدق الله العظيم. هذه الآية في سورة يونس الآية رقم 57. إخوتي في الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا ويحرسكم جميعا ويحفظكم ويحرسكم بعينه التي لا تنام ويحفظكم بما حفظ به الذكر ويحفظكم بما حفظ به عباده الصالحين ويحفظكم بما حفظ جميع الأنبياء به جميع الأنبياء والرسل أجمعين أجمعين أجمعين. نشكرك طبعا يا شيخ عبد الشافي على الإفادة وربنا يكرمك ويا رب يكون السادة المشاهدين استفادوا زي ما احنا كلنا استفدنا. احنا طبعا وقتنا خلص وان شاء الله برضو لينا لقاءات تانية مع الشيخ عبد الشافي وكل اللي ليه أسئلة على صفحة البرنامج أهلا بي، وأرقام الشيخ عبد الشافي موجودة على الشاشة طول الحلقة. في النهاية بشكركم ومعانا دعاء من الشيخ عبد الشافي. تفضل يا شيخ عبد الشافي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أتوجه إليك يا عظيم يا عظيم يا الله، أتوجه إليك أن تتقبل مني هذا الدعاء لي ولجميع من يسمعني ويشاهدني ويراني ولجميع المسلمين في جميع بقاع الدنيا ولجميع المصريين يا رب العالمين. اللهم يا عظيم السلطان نجنا وسامحنا وعافنا واعف عنا. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الذي إذا استسقيت به سقيت، وإذا استطعمت به أطعمت، وإذا استشفيت به شفيت، وإذا استكسوت به كسوت، وإذا ترحمت به رحمت، وإذا استشفيت به شفيت. أن تشفي جميع المرضى في جميع بقاع الدنيا، أن تشفى جميع المرضى من هذه الأوبئة ومن هذه الأمراض، وأن تجعلنا جميعا لساننا رطبا بذكرك يا الله في كل وقت وفي كل حين، وأن تدافع عنا وتدفع عنا البلاء والغلاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. بإذن الله بإذن الله تتقبل منا الدعاء وترفع عنا البلاء وترفع عنا البلاء يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، يا باسط الأرض على ماء جمد، ويا من رفعت السماوات بلا عمد،
نجنا وسامحنا وعافنا واعف عنا واسترنا وانصرنا واجبرنا 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 واجبر كسرنا واشفي مريضنا واشفي عليلنا ومن جميع الأمراض والأوبئة والفيروسات التي نزلت على العالم وعلى الجو بفعل بقدرتك يا الله، لأن الناس بعدوا عنك، فاللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، وردنا إلى مساجدنا، إنك كنت أقولك الحق، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فاللهم ردنا إلى مساجدنا، اللهم إنا آمنا بك فردنا إلى مساجدنا، اجعلنا نعمر مساجدنا بالصلاة فيها يا رب العالمين، لا تحرمنا الصيام ولا القيام في رمضان في المساجد يا رب العالمين، إن بيوتك في الأرض المساجد، فاجعلنا نعمر بيوتك في الأرض يا الله، يا الله، يا الله. نجنا انقلنا انقلنا من عذابنا وشماتة أعدائنا فينا إلى مساجدنا وإلى رحابك يا الله، وقفنا ببابك وقفنا ببابك وأنخنا بجنابك، فلا تطردنا من بابك يا الله، يا الله. طردتنا من المساجد ردنا إليها مردا جميلا، طردتنا من المساجد ردنا إليها مردا جميلا بفعل هذه الفيروسات التي نزلت على الأرض، فاللهم ابعدها عن جميع المسلمين في جميع بقاع الأرض، واشفي جميع مرضى المسلمين في جميع بقاع الأرض، ونجنا وسامحنا، واهد حكامنا، واهد حكامنا ورؤسائنا، واهدنا جميعا إلى صراطك المستقيم، اهدنا إلى صراطك المستقيم، واهدنا إلى مساجدنا، واجعل مساجدنا تنور بنا وبصلاتنا يا رب العالمين، ردنا جميعا إليك مردا جميلا، ارد كل عاصي، اهد كل عاصي، اهد كل عاصي إلى المساجد، إلى المساجد، إلى المساجد، كثرة المعاصي، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، جميعنا يا الله، جميعنا يا الله، تب على الصغير والكبير، تب على الصغير والكبير، تب على النساء والرجال، تب على الرجال والنساء، تب على الصبيان والبنات، تب علينا جميعا يا الله، لا تترك مننا أحدا يعصاك يا الله، اجعلنا جميعا نفعل ما يرضيك ونقول ما يرضيك ونفعل ما يرضيك، يا حليم يا كريم يا حليم يا كريم، وبارك في جميع القائمين على هذه القناة بإذن الله بإذن الله وبإذن الله، وبارك في صاحب هذه القناة وجميع العاملين بها وجميع الموظفين فيها وجميع من بها يا الله يا الله، وبارك في رئيس جمهوريتنا يا رب العالمين، واهده إلى صراطك المستقيم، واهد القائمين رئيس الوزراء وجميع من يقوم على رعايتنا وعلى شؤوننا، اهدهم الى صراطك المستقيم يا رب، اجعلهم يفعلون الصالحه الذي يرضيك يا الله، اجعلهم يفعلون الصالحه الذي يرضيك يا الله، واعنهم 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 وقوهم على ان ننهض بهذه البلد، تكون احسن بلد في العالم باذن الله، وتسود العالم بعلمها وبدينها وبتدينها يا رب العالمين، وباخلاصها وباخلاصها، لان انت يا الله في قرانك الكريم اوصيت على هذه البلد، اهبطوا إلى مصر إن شاء الله آمنين، فاللهم اجعلنا آمنين في بيوتنا، اجعلنا آمنين في أعمالنا، رد جميع العمال وجميع الموظفين وجميع الناس إلى أعمالهم.